العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. حصاد الليلة من الشرقية نيوز، نحييكم ونتولى على تقديمه من لندن أنا سعيد شبيب وزميلتي شيرين درويش. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى الحصاد، نبدأه بالعناوين. بريت ماكورك: معركة الموصل ستكون صعبة للغاية والتحالف الدولي يحتاج إلى تحضيرات سياسية وعسكرية. مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية: لا معركة لتحرير الموصل في 2016، ويتعين على القوات العراقية تأمين وادي نهر الفرات بين مدينتي هيت وحديثة قبل التحول لتطويق الموصل. في الحصاد: لعباد في روما وميونخ على وقع جدل واسع في بغداد بعد دعوته للبرلمان العراقي بعدم إعاقة تغيير وزاري جوهري. عادل عبد المهدي مغردا على موقعه بكلمات من نار: مرجعية السيد السيستاني أبلغتنا أن هناك طبقة شاخت ومرحلة انتهت، وإما نحل الأزمة أو نتركها لمن هو أفضل. أكبر عمليات تهريب الأموال العراقية إلى الخارج منذ سنة 2003، اختلاس سياسيين أموال سلف لأكثر من 100 مشروع غير منفذ جرى اقتطاعها من موازنة وتخصيصات. مساء الخير. أقر مبعوث الرئاسة للتحالف الدولي بريت ماكورك بأن معركة الموصل ستكون صعبة، وقال أيضا أن التحالف الدولي يحتاج إلى تحضيرات سياسية وعسكرية قبل بدء العملية العسكرية. ماكورك قال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أن عملية تحرير الموصل يجب أن تكون منسقة لأنها تشكل تحديا كبيرا كاشفا عن تحضيرات تجري لمقاتلين من السنة والبشمركة الكردية من أجل السيطرة على المناطق المحيطة بالموصل. الموصل لا تزال تحدي كبير، هناك مليون نسمة في الموصل وهي مدينة متنوعة، وعلينا أن نعمل سياسيا وعسكريا بشكل منسق. عندما كنت هناك في الأسبوع الماضي اجتمعت مع القادة العراقيين والأكراد بما فيهم السيد بارزاني وآخرين، وقمنا بعمل مقر قيادة، وهنا سيأتي المقاتلون أو سنجمع المقاتلون السنة والأكراد وقادة عراقيون للتخطيط لتحرير الموصل، وهذه العملية ستكون عملية منسقة، لن تبدأ في يوم معين لأن هذه العملية بدأت بالفعل، ونقوم بقطع الاتصالات إلى الموصل والطرق أيضا، ونقوم بضرب المستودعات الخاصة بداعش. إذن الحملة لتحرير الموصل بدأت بالفعل، ولكن العملية ستكون صعبة ولن نحدد وقتا محددا لتحريرها. واستبعد مدير المخابرات العسكرية الأمريكية الليفتنانت جنرال فينسنت ستيوارت استبعد تنفيذ عملية بقيادة العراق لاستعادة الموصل من تنظيم داعش خلال العام الحالي. تصريحات ستيوارت أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاءت أكثر تشاؤما من توقعات مسؤولين أمريكيين وعراقيين بشأن الحملة ضد تنظيم داعش، وقال إنه فضلا عن تأمين الرمادي يتعين على القوات العراقية تأمين وادي نهر الفرات بين مدينة هيت وحديثة قبل التحول لتطويق الموصل. Mosul will be a complex operations and so I'm not as optimistic as you say. It's a large city. عملية الموصل ستكون عملية معقدة، لست متفائلا بأننا سنستطيع تنفيذ ذلك في الأجل القريب، في رأيي ليس هذا العام بالتأكيد، أعتقد بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل يجب إنجازه قبل تحديد موعد لتحرير الموصل، فبعد تأمين الرمادي يتعين على القوات العراقية تأمين وادي نهر الفرات بين مدينتي هيت وحديثة قبل التحول لتطويق الموصل. ربما يمكننا بدء الحملة والقيام ببعض العمليات
العمليات حول الموصل، لكن تأمين كامل للمدينة أو السيطرة عليها هي عملية موسعة، وهو شيء لا أتوقعه في العام المقبل. في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إرسال قوات قتالية قبل 3 أيام إلى محيط مدينة الموصل من أجل الاستعداد لما أسماها معركة تحرير الكبرى. وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ماتيو رينزي أن القوات العراقية والبشمركة الكردية وأهالي نينوى هم من سيشاركون بتحرير الموصل. الآن داعش في تراجع كبير، ونحن هذه السنة ضمن خطتنا العسكرية هو إنهاء وجود داعش في العراق، وآخر موضع لهم هو نينوى والموصل، ونحن عازمون على طرد داعش من الموصل، وبدأنا بإرسال قوات جديدة قبل 3 أيام إلى محيط الموصل من أجل البدء أو التحضير للعمليات العسكرية الكبرى بين القوات الأمنية العراقية والقوات البشمركة وبين أهالي الموصل أبناء العشائر. من جانبه، شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على التزام بلاده العسكري في إطار التحالف في العراق، وقال إن لدى إيطاليا أكثر من 700 جندي في التحالف الدولي على صعيد العديد والنوعية. إيطاليا ملتزمة عسكريا في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. لدينا أكثر من 700 جندي في التحالف، وعلى صعيد العديد والنوعية نحن من ضمن الأكثر حضورا في البلاد، كما أن التصدي للإرهابيين يشتمل أيضا على عمل وحداتنا الثقافية والاقتصادية والدبلوماسية في الخارج. من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي شركة تريفي الإيطالية المكلفة بإعادة تأهيل سد الموصل إلى الإسراع في بدء ترميم السد بعد تحذيرات دولية من احتمالية انهياره. العبادي قال خلال المؤتمر الصحفي إنه ينبغي أن تصل الشركة سريعا إلى العراق وأن تضمن الحكومة سلامة تقنيها والعاملين فيها. من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى حل سياسي للأزمة السورية وإلى عدم إرسال قوات برية إليها، لأن ذلك سيؤدي إلى تصعيد خطير للأزمة. أثناء نقلت وكالة فرانس بريس عن مستشار في مكتب رئاسة الوزراء العراقي رفض الكشف عن اسمه أن خطر انهيار سد الموصل قد يؤثر على خطط استعادة السيطرة على المدينة. وقال مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي دون أن يذكر اسمه إن الأمريكيين غالبا ما يذكرون إعصار كاترينا، مؤكدين أن انهيار السد سيكون أسوأ من هذا الإعصار 1000 مرة. وضاف المستشار أنه في حال انهار السد ستكتسح مياه ارتفاعها 12 إلى 15 مترا وسط الموصل ثم ستذول، أي أن 500,000 شخص سيقتلون في غضون ساعات. كما حذر مستشار العبادي من أن سدا آخر في سامراء على بعد مئات الكيلومترات في أسفل المجرى قد ينهار أيضا، مقدرا أن تكون الموجة بارتفاع عدة أمتار عندما تصل إلى بغداد. وأوضح المستشار بأن التحالف الدولي أيضا يشعر بقلق من عملية تحرير الموصل ويدرس بدقة أنواع الذخيرة التي سيستخدمها في العملية، مضيفا بأنه إذا سار الهجوم على الموصل كما هو مقرر فهناك سيناريو مرعب بأن يقوم داعش بنصف السد مع انسحابه من المدينة. هذا نداء لكل من الموجودين في قضاء هيب وناحية كويسة من العمليات العسكرية، سوف تتوجه قريبا باتجاه قضاء هيب وباتجاه كويسة. هذا نداء لكل أهلنا ولكل عوائلنا الموجودين. الحصاد مستمر معكم من الشرقية والشرقية نيوز في لندن وتشاهدون فيه. عادل عبد المهدي مغردا على موقعه بكلمات من نار. مرجعية السيد السيستاني أبلغتنا أن هناك طبقة شاخت ومرحلة انتهت، وإما نحل الأزمة أو نتركها لمن هو أفضل. أكبر عمليات تهريب الأموال العراقية إلى الخارج منذ سنة 2003، اختلاس سياسيين أموال سلف لأكثر من 100 مشروع غير منفذ، جرى اقتطاعها من موازنة وتخصيصات.
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حرص المملكة على أن لا تكون هناك أي هيمنة على العراق لا سيما من إيران. وقال الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي في الرباط، قال إن السعودية حريصة على أمن واستقرار العراق وتحقيق إصلاحات حقيقية تساعد العراقيين على الخروج من الأزمة. كل عربي وكل مسلم حريص على العراق وعلى أمن العراق وعلى استقلال العراق وعلى سيادة العراق وعلى عروبة العراق، حريص على أن يكون العراق بلد آمن لا يوجد فيه إرهاب، حريص على أن يكون هناك عدالة في العراق، حريص على أن يكون هناك تطبيق للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في صيف عام 2014 ميلادي لإشراك جميع الفئات والطوائف العراقية في الحكم في العراق، وهناك حرص كبير على أن لا تكون هناك هيمنة على العراق من أي قوة خارجية وبالذات من إيران. العراق كلنا نسعى لمساعدة العراق في أن تحافظ على وحدتها وأن تحافظ على استقلالها وأن تحافظ على عروبتها. أود أقول إذا كان الاستهداف لشخص سيف طلال فهناك العشرات من الصحفيين أمثال سيف طلال في محافظة ديالى ويستطيعون أن يخدموا أبناء المحافظة. وإذا كان الاستهداف لقناة الشرقية فقناة الشرقية مصنع الأبطال وهي من صنع السيف طلال، وبإمكانها صنع جيل وافي من الصحفيين لنقل الحقيقة ومتابعة المفسدين. ومن مواضيع الحصاد، أكبر عمليات تهريب الأموال العراقية إلى الخارج منذ سنة 2003، اختلاس سياسيين أموال سلف لأكثر من 100 مشروع غير منفذ جرى اقتطاعها من موازنة وتخصيصات. من بين أكبر عمليات تهريب الأموال العراقية إلى الخارج منذ سنة 2003 اختلاس سياسيين أموال لأكثر من 100 مشروع غير منفذ جرى اقتطاعها من موازنات وتخصيصات لصالح وزراء ووكلاء وزراء ومحافظين وعدد من أمناء العاصمة الذين هربوا ما سرقوه إلى خارج العراق. التقرير الآتي يكشف عن بعض أساليب الاحتيال التي استخدمت لتهريب الأموال خارج العراق إلى جانب الأساليب التي لجأ إليها وزراء وأشقائهم في تمرير مشاريع وهمية. ويقدم هذا التقرير عينات من مظاهر الفساد المثيرة التي جرت وتجري في العراق. إلى التفاصيل. أكثر من 30 مليار دولار أموال متهم بتهريبها منذ العام 2003 إلى خارج العراق، سياسيون معروفون بينهم وزراء ونواب ومحافظون وأمناء عاصمة ومستشارون في مجلس الوزراء ووكلاء وزارات، تورطوا جميعا بعمليات فساد كبرى وهرب معظمهم ما سرقوه إلى خارج العراق. هؤلاء المسؤولون المتورطون بتهريب الأموال قاموا بتوظيفها في مسارات مالية وتجارية عدة في دول عديدة، وتمثلت باستثمارات زراعية وتأسيس شركات وشراء أصول عقارية، حتى وصل الأمر بهم أن اشتروا جزرا بأكملها لصالحهم هم وعائلاتهم وأشقائهم وأبناء عمومتهم، عدا عن الفنادق والمطاعم ومعارض السيارات ومكاتب تحويل العملة والملاهي الليلية. أموال الشعب العراقي المهربة إلى الخارج انتشرت في دول عدة، بعضها عربية وإقليمية، قام بتحويلها هؤلاء الفاسدون الثلاثة إلى حسابات بنكية، ثم اشتروا أسهم تجارية بملايين الدولارات، فضلا عن عقارات سكنية ومباني تجارية في إنجلترا وفرنسا والنمسا ودول في شرق أوروبا، إلى جانب إنشاء مصانع وتأسيس شركات في دول أبرزها لبنان ومصر وبيلاروسيا وجورجيا وقبرص وأخيرا في مقدونيا. كان الوزراء ومساعدهم يفتحون الباب أمام شركات وهمية حديثة التأسيس للاستحواذ على عقود عدد من وزارات الدولة العراقية، مستغلة قرارا سابقا لمجلس الوزراء بحالة عقود الوزارات وتجهيزاتها إلى شركات وزارة الصناعة، وانهمرت العقود الكاذبة.
تدفع السلف التشغيلية فيتقاسمها السياسيون الفاسدون مع أصحاب الشركات المحتالة، وتغيب المشاريع من دون تحقيق أي نسب في الإنجاز. ويقدر عدد المشاريع غير المنفذة في وزارات الصناعة والشباب وأمانة بغداد وبعض المحافظات أكثر من 100 مشروع. كان السياسيون الفاسدون يحصلون على عمولاتهم فور دفع السلف التشغيلية من موازنة الدولة، ثم يجري بعد ذلك تهريب هذه الأموال إلى خارج العراق بيسر ومن دون مساءلة. ومن أحدث المشاريع الوهمية الذي جرى تمريره قبل أسابيع من تغيير الحكومة السابقة هو مشروع المدن الصناعية الذي تورط فيه عضوان في مجلس النواب على الأقل، إضافة إلى مسؤولين حكوميين تقاسموا 30 مليون دولار من الدفعة الأولى، ثم حصلوا على 13 مليون أخرى جرى نقلوها إلى الخارج قبل أيام من انتخابات العام 2014. ومرة أخرى لم يحرك أحد ساكنا ولم يسأل أين المشروع الوهمي، والتزم الجميع الصمت ولم يتحدث أحد بكلمة واحدة، لا مرجعية رقابية ولا مرجعية قضائية ولا مرجعية سياسية، الجميع صامتون من البرلمان إلى الحكومة إلى النزاهة. وكان من بين أمثلة غسيل الأموال التي نفذها هؤلاء السياسيون الفاسدون إنشاء مصنع حاضنات أطفال في القاهرة يعود لإحدى أو لأحد الوزراء وأشقائه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أشهر قضايا الفساد تتعلق بثلاثة أشقاء، الذي كان أحدهم وزيرا والآخر نائبا والثالث سياسيا، وكلهم ينتمون لكتلة واحدة. تقدر رابطة الشفافية أن ما هربوه من أموال تجاوز 820 مليون دولار، ويتهمون بقيادة مافيا فساد في العراق تمكنت باستخدام نفوذها السياسي ومنصب أحد الأشقاء في وزارته بالحكومة السابقة من إحالة عقود وهمية بعضها انكشفت حقيقته في الحكومة العراقية الحالية التي لم تتخذ أي إجراء لاسترداد المسروقات. في غضون ذلك تصاعدت المطالب البرلمانية والسياسية والدينية والشعبية باستعادة الأموال وأملاك الأشقاء الثلاثة المنتفعين من شركات بأسمائهم أو بأسماء ذويهم وشركائهم عبر مفاتحة الهيئات القضائية الدولية وفتح تحقيقات داخل العراق وخارجه لمتابعة هذه الأموال والأصول والشركات التجارية والمصانع. وبموازاة ذلك تزايدت المطالب في العراق بضرورة أخذ هيئة الإدعاء العام العراقية زمام المبادرة القضائية بشكل فعلي، وأن تتحرك صوب هؤلاء السياسيين ومن على شاكلتهم من أفراد العائلات السياسية الفاسدة لملاحقة الثروات التي حصلوا عليها على حساب الحقوق العامة للدولة، فضلا عن ضرورة مفاتحة شرطة الأنتربول الدولية وشرطة اليوروبول الأوروبية ومنظمة الشفافية الدولية والمحكمة المالية في لاهاي برايم فاينانس، والطلب إلى هذه الهيئات الدولية تجميد أموال وأملاك هؤلاء السياسيين وشركائهم حتى انتهاء التحقيقات الخاصة بتضخم أموالهم وأملاكهم ومصادر الحصول عليها. في الأثناء كشفت رابطة الشفافية أن الأملاك تسجل في الخارج بأسماء أزواج بنات السياسيين وزوجات الأبناء، هذا لتحاشي كشف أسماء المسؤولين بصورة مباشرة. وذكرت أن كتلا وسياسيين تنافسوا على تأسيس مطاعم ومكاتب وعقارات وفنادق وشقق سكنية وسط عواصم أوروبية معروفة أصبحت مع الزمن مقرات لإدارة الصفقات الفاسدة في العراق، عدا عن كونها غطاء للأموال المهربة. وكشفت الرابطة أن عدد المنازل والعقارات الكبرى التي يملكها وزراء وسياسيون وأقاربهم في كل من فرنسا والنمسا وبريطانيا يتجاوز 150 عقارا كبيرا لا تقل قيمة أصغرها عن 5 ملايين دولار، في حين تبلغ قيمة بعض الفنادق التي اشتراها سياسيون أكثر من 100 مليون دولار. هذا وذكرت رابطة الشفافية أن السياسيين معروفين هربوا أموالا نقدية بمبالغ كبيرة جدا عبر الحقائب الدبلوماسية، وذلك لتحاشي المساءلة والرقابة في بعض المطارات الأوروبية. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. حق الرد مكفول. راسلونا على راي at
الشرقية.com. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. الشرقية نيوز HD. نايلسات 12322، فيرتيكال 27500، 2/3. ملاحظاتكم راسلونا على رأي@الشرقية.com. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، مستمرون في هذا الحصاد وتتابعون فيه. عادل عبد المهدي مغردا على موقعه بكلمات من نار. مرجعية السيد السيستاني أبلغتنا أن هناك طبقة شاخت ومرحلة انتهت، وإما نحل الأزمة أو نتركها لمن هو أفضل. في النشاط الحكومي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن عزمه إجراء تغيير وزاري وصفه بالجوهري، ودعا البرلمان والكتل السياسية إلى التعاون معه لإجراء هذا التغيير الذي يشمل الهيئات المستقلة أيضا. العبادي أكد في كلمة له أن اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة عمل وزارات ومؤسسات الدولة ستجري ترشيقا للوزارات وستلغي الحلقات الزائدة فيها، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. أدعو إلى تغيير وزاري جوهري ليضم شخصيات مهنية وتقنقراط وأكاديميين، وأدعو في هذا الإطار مجلس النواب الموقر والجميع الكتل السياسية للتعاون معنا في هذه المرحلة الخطيرة.
قال وزير النفط العراقي والسياسي البارز عادل عبد المهدي: علينا جميعا أن نفكر بالخطاب الذهبي الذي وجهته مرجعية النجف الأشرف من منبر صلاة الجمعة في كربلاء المقدسة، فهناك مرحلة انتهت وطبقة قد شاخت ولا عيب من الاعتراف بذلك. لذلك نقف اليوم أمام خيارين يجب الاختيار بينهما سريعا، إما أن نكون قادرين فعلا على مغادرة واقع ومنطق الأزمة وتجاوز هذه المرحلة لندخل في المسار الواضح للحل، أو نترك المجال لمن هو أفضل منا. عبد المهدي أعاد اليوم على موقعه بعد ساعات من خطاب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول التغير الوزاري المرتقب، مقتطفا واحدا من مقالة نشرها بعد موقف المرجعية الأخير بمقاطعة الخطب السياسية في العراق، وأشار فيها إلى ما أسماه باحتواء الماضي. وزاد في مقاله ورسالته إلى العراقيين: لدينا في البلاد أزمة نظام تتطلب إجراءات جذرية وجريئة لإصلاحها، وهو ما كان يجب القيام به بعد 2003 لحل ما تراكم قبله ولتحسين ما بعده. فليس من الطبيعي أن يتعايش نظامان متناقضان في آن واحد، فبنية الدولة وسلوكياتها وثقافتها وقوانينها وتشريعاتها وتعليماتها قائمة في جوهرها على المنظومة التي أفرزت الأزمة أساسا، بينما الحل هو بالخروج من المنظومة القديمة التي قادت البلاد إلى ما قادت إليه، والدخول في منظومة جديدة لديها ديناميكيتها ومنطقها وحلولها المتكاملة، بما في ذلك احتواء الماضي للمضي قدما إلى الأمام. إلى ذلك قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم إن توقف المرجعية الدينية عن تقديم النصائح والتوجيهات السياسية الأسبوعية رسالة واضحة مفادها أنها غير راضية عما يجري. الحكيم أكد في كلمة له الأربعاء أنه يقول للمرجعية إن الرسالة قد وصلت وإن الكتل السياسية ستعمل بكل جهد على تقييم الجزء المتعلق بها. في وهم كبير نقول لكل من يرى في توقف التوجيه المرجعي فرصة للتخلص من الضغط والمتابعة الأسبوعية أنه في وهم كبير، فعندما يعتب علينا الأب ويعبر عن ذلك بصمته فلنعلم أننا في مشكلة وأننا قصرنا، وهو ما يدعونا لمراجعة أعمالنا وسلوكنا ومواقفنا وطريقتنا في إدارة الأمور. نقول لمرجعيتنا العليا إن الرسالة قد وصلت وسنعمل بكل جد وجهد على تقييم الجزء المتعلق بنا، وستبقى عيوننا شاخصة إلى بوصلة المرجعية العليا تدور معها حيثما دارت. وأعلن الحكيم دعمه لأي تغيير وزاري يصب في مصلحة إدارة الدولة وتقويم العمل الحكومي، وقال إنه مع أي تعديل قد يجري ما دام مبنيا على أسس تقييمية صحيحة. استمعنا إلى كلمة الأخ رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروعه للتغيير الوزاري، وهنا أود أن أوضح نقطتين أساسيتين. أولاً، إننا ندعم أي تغيير يصب في مصلحة إدارة الدولة وتقويم العمل الحكومي، وقد دعونا قبل فترة ومن هذا المنبر إلى تقييم ما تحقق وما أنجز، وأن يكون تقييماً موضوعياً، وسواء كان تغييراً جوهرياً أو جزئياً فإننا ندعم هذه الخطوة ما دامت مبنية على أسس تقييمية صحيحة. ثانياً، إن مبدأ اختيار التكنوقراط يجب أن يكون واضحاً وشفافاً، وأن تكون هناك مسطرة واحدة ومعايير واحدة، وأن يتم الاختيار من قبل لجنة مكونة من التكنوقراط وأصحاب الاختصاص
تعرض أسماؤها للرأي العام حتى نبعد هذه اللجنة وقراراتها عن أي اجتهادات أو تخرصات أو انطباعات. وأنا واثق أن القوى السياسية ستدعم إصلاحات وتغييرات تعتمد هذين الأساسين. إننا بحاجة إلى إحداث تغيير فعلي وعملي، ولكن وفي نفس الوقت يجب أن يكون التحرك مبنياً على أساس وجود خطة ورؤية واضحة ومقنعة. وينضم معنا في استديو الحصاد الدكتور غسان العطية، مدير المركز العراقي للتنمية والديمقراطية. دكتور غسان، أهلا بك. وسط الأزمة وأيضا الإصلاح المتعثر، برز بيان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بضرورة إجراء تغيير وزاري جوهري هذه المرة، لكن السؤال، هل ستأتي حكومة إنقاذ؟ شكرا. ما نسمع اليوم كنت أتوقع أن يحصل في خريف السنة الماضية أو خريف 2014 لما جاء العبادي رئيس الوزراء. آنذاك كان التأييد الشعبي والدولي والإقليمي للعبادي في قمته، لكنه هو ضيع الفرصة على نفسه وعلى العراق بتلكؤه وتردده إلى أن وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه. الشيء الآخر، حتى نأخذ الأمور بالمعايير، أجري قبل أيام استبيان للرأي العام في العراق من مؤسسة مستقلة للأبحاث. هذه المستقلة أبدت أن بعد مجيء العبادي إلى الحكم كان التأييد إلى ارتفع إلى ما يزيد عن 80% من الأوساط العراقية، وبالذات بين العرب السنة وصل إلى 66%، بينما اليوم الاستطلاع اللي يقول فيه نجد أن 90% من العراقيين كانوا شيعة أو سنة أو كرد مستائين من الوضع الحالي وغير متفائلين. الكرد 90%، وهذا رقم خيالي، العرب السنة 90%، الشيعة 85%. إضافة لذلك شعبية العبادي انخفضت إلى 20% بين العراقيين. هذا استطلاع رأي عام نشر لمصادر أجنبية. ولكن هل ينعكس ذلك على القرارات بالضرورة وشكل الآن الحكومة المقبلة؟ الآن العبادي أمام خيارات، وكل خيارات مرة. لو كان ضارب الحديد وهو سخن كان ربما قام بإنجازات كبيرة، وبحينها وربما على المنبر قلت أن العبادي قد يكون آخر رئيس وزراء في العراق. فالوضع في العراق الآن ليس مهدد من داعش المتطرف، وإنما مهدد من داعش اقتصادي. فالعراق لا يقوى أن يعيش بهذه الحالتين، لا وجود المال، لا وجود الأمن، لا وجود الاستقرار، وهذا بعكسه استطلاعات الرأي العام. السؤال الآن، إن قام العبادي، وهنا العبادي إن لم يستجيب لهالحالة، حقيقة أقولها الخيارات البدائل مؤلمة، التقسيم أقلها شرا. لكن السؤال، هل العبادي بقى بجعبته شيء يقوم به؟ الجواب نعم. أنا بتقديري، وإنجاح العبادي بهالمرحلة هو ضرورة، شرط أن يكون هو مستعد أن يتخذ القرارات الصعبة. أول هذه الإجراءات أن يعرف أن إذا لم يستجب له البرلمان ماذا يعمل. إذا علق كل إرادته على البرلمان يوافق، والبرلمان احتمال كبير لا يوافق ويدخل بمماحكات، فالسؤال معناته يذب اللوم على البرلمان ويستمر الوضع على حاله. خاصة لما إجا للحكم شكلت لجان تحقيقية وغيرها، أولت لجان الموصل، بعد أشهر من التحقيق انتهت اللجنة وانتهت الملفات مجمدة دون تنفيذ. خسارة للرأي العام العراقي، خسارة للرأي العام العربي، أمر لمصلحته الذاتية أن يغير الموقف. السؤال التالي، إذا البرلمان لم يوافق أمام شيء، أما يهدد بالاستقالة ويقول أنا أغادر ويدخل البلد في معمعة كبيرة من الفوضى والشتات، وهذا خطر، وأما البديل الثاني يتحمل مسؤولية القيام بحركة تصحيحية في العراق. التصحيحية تعني أن يتجاوز العقبات الموجودة. العقبات الموجودة ما هي؟ أولا الدستور الذي لم يعد قادرا أن يلبي الحاجيات، وأعطيك مثل، أحالت أو ألغى مناصب نواب الرئيس، أحدهم لا يزال يشغل مكتبه ولا يزال امتيازاته،
رغم أنه لم يأخذ راتب ولكن عنده أموال الكثيرة، وإلى الآن معلقة القضية. الآن الشيء الآخر، إلى الآن لم يحار رأس كبير من الفساد وإنما موظفين صغار. ثلاثة، الوضع الأمني في تدهور أكثر وأكثر. أربعة، لا وجود للمال لإدارة شؤون الدولة. الحركة التصحيحية يجب أن يكون يزيل العقبات. أول عقبة الدستور، ثاني عقبة البرلمان، ثالث عقبة الفصائل المسلحة غير المرخصة. إن عند استعداد أن يقوم هذا، عند أذ السؤال من سيساعد العراق على الخروج من أزمة مالية؟ اليونان مرت بنفس المشكلة، من ساعدها هي أوروبا الغربية وأنقذتها. السؤال اليوم، من ينقذنا من هالأزمة المالية؟ الجواب خلي يكون واضح، ليس من أي دولة من دول الجوار عندها القدرة أن تنقذ العراق بمئات المليارات من الدولارات، ليس أي من عندها. بالعكس، كثير من دول الجوار تحلب العراق لمصلحتها، تحلب للعراق. الطرف الوحيد القابل أن ينقذ العراق هو الغرب والولايات المتحدة اللي تملك المال وتملك القدرة. أن هنا السؤال ليس بطرا وليس مثاليات، على العباد أن يحدد خياراته. إذا رفض البرلمان، أنا كعراقي وأتمنى له النجاح، أن يقوم بخطوة تصحيحية، يعلن تجميد الدستور، يعلن حل البرلمان أو تجميد البرلمان، وثالثا يعطي صلاحيات حكومة طوارئ وإنذار، ويعتمد على الجيش، خاصة الجيش أثبت بالمرحلة الأخيرة كفاءته، خاصة مكافحة الإرهاب. إذا يجد رأسا فورا من الشعب تغرق الشوارع العراقية تأييدا له، سيؤيد من هذا الشعب اللي على وشك أن يفقد الأمل دي كل التأييد. طيب هذا خيار. هل يمكن أن يكون الترشيق الوزاري الجوهري الذي طرحه العبادي بداية لهذه الخطوة التصحيحية، أم أنه كما مع الأسف اعتدنا رمي الكرة في ملعب البرلمان؟ أما إذا اختار التبرير، والآن سمعنا ما يقول السيد عبد المهدي ويشكر على جرأته أنه يقول نعم فشلنا. الفشل الآن المرجعية الدينية الشيعية تشعر أن لا تحمل هي الفشل، فبالتالي ترمي أن تقول عليكم يا حكام أن تعيدوا النظر. الآن السؤال العبادي، هل هو في هالمرحلة الصعبة ممكن يتخذ القرارات الصعبة؟ هل يريد يبقى ماسك العصا من الوسط، يرضي إيران ويرضي أمريكا ويرضي الكل؟ طيب ماذا تقرأ أنت على هذه الأسئلة؟ هل يريد أن يمسك العصا من الوسط؟ هل يريد أن يرضي هذا الطرف وذاك الطرف؟ كيف تقرأ هذه إذا كان لي رأي، وإذا كان عبر منبركم يصل هذا الرأي إلى بغداد، أقول أن أمامك الآن كل الأمور سيئة، فعليك أن تأخذ القرار الصعب وتدخل التاريخ من باب العريض، لا تدخل الباب من الباب الخلفي المنهزم كما حصل مع أسلافك من رؤساء الوزراء. الباب الصريح والمواجهة هو أن يطالب بهالأشياء. إن رفض البرلمان ممكن أن يعلن حالة الطوارئ ويستخدم الجيش ليفرض إرادته، وسيجد التفاف شعبي حوله كبير. هذا خيار للعبادي، هو يقرره. عندئذ المرجعية ستقف معه، القيادات الشارع العربي السني سيقف معه، الأكراد يقفوا معه. الآن هذه العملية التصحيحية فرصة تاريخية، هناك فرصة تاريخية. السؤال أين الكتلة التاريخية التي تستثنى بها؟ الآن الإصلاح من قبل العراقيين وكتل العراقية أصبح ميؤوس منه، البرلمان ميؤوس منه. أنا التقيت بعشرات من النواب العراقيين في عمان وغير عمان، الكل يشكو، الكل يتذمر، لكن الكل باقي وراضي على وضعه باللي هو به. هذا الوضع إن حصلت هذه النقلة النوعية، أنا واثق أن المواطن العراقي سينزل للشارع يؤيده. العبادي السؤال أمامه، أما أن تموت سياسيا وأنت مخذول، وأما تأخذ مجازفة قد لا تنجح لكن على الأقل يقدرك الشعب على جرأتك واتخاذك الموقف. أما التذرع بكلمات الدستور والكلم، أما تنفذت الدستور حتى تنفذه الآن؟ أما الحصص الحزبية، أي هذه كانت خراب بيوتنا. الكفاءات اللي يريد يجيبها، إذا جت الكفاءات عن طريق مساومات سياسية، بالنهاية كل حزب يقول أنا عندي كفاءات، جيبوا زي الكفاءات، جيبوا الدكتور الفلاني، جيبوا. هذه حقيقة لا تفيد. أنا أعطي نموذج حصل في لبنان.
لما صارت الزمن اشتدت بين اللبنانيين، بين الأحزاب الطائفية اشتدت، شكلوا حكومة من غير الحزبيين، شكلت حكومة كفاءات خبراء لتجاوز المهمة. هالخبراء لا يكون محسوب على الحزب الفلاني والحزب الفلاني ويمثل أموره، بإمكانه بالتعاون مع عراقيين أن يأتي بمثل هالشخصيات في المال، في الاقتصاد، في التعليم، وخبراء فعلا. إضافة لذلك، ولكن عاد التعطيل في لبنان. لا لبنان لا الآن تعطيل، بس حصل في لبنان سابقا. نعم. وزارة من هالنوع أنقذت الوضع وبعدين رجعوا إلى مشاكلهم. نحن الآن نريد نعبر الأزمة، هذه واحد. اثنين، الآن لما يتكلم بهالخصوص لا يمكن تطلب من شعبك شد الأحزمة إن لم تشدها أنت. فباليونان هذا الحصل، أن رئيس الوزراء واجه شعبه بصراحة، قال هذا المطلوب من عندنا، وفعلا كسب شعبه وأيده. نحن كذلك هاي اللحظة التاريخية ممكن يحصل. الآن ليست محاولة تحقيق انتصارات جزئية، هذا حزبيا أو شخصية. الآن مفروض نزع العباءة وتغييرها. أنا أعتقد فرصة متاحة، والفرصة الآن إن نجح فيها يكون حقيقة عوض عن تلكؤه وتردده اللي عاش العراق هالسنوات. بالمناسبة هو اعترف بأن الإجراءات لم تكن كافية هو شخصيا. هذا الكلام الآن أنا بودي أن بهالمعنى لا أن تأتي عبارات كما تفضل السيد الحكيم الآن، إذا كانت مسطرة واحدة، إذا كانت صحيحة، إذا قل لي ما هو الصحيح حتى يصير. أنا اللي أقول الآن الصحيح أن تطلق يد العبادي باختيار شخصيات غير حزبية ولا محسوبة على أحزاب، أن تأتي شخصيات فنية لاستلام المناصب. نعم. هذا المعيار. ربما هذا ما تطرق إليه عادل عبد المهدي في تصريحاته عندما تساءل علنا هل نحن اليوم قادرون في العراق على تجاوز هذه الأزمة ومنطقها، أم يجب علينا التنحي وتركها لمن هو أفضل في الحق؟ السيد عبد المهدي وهو صديق ولي كل احترام له وأشكره على جرأته، السؤال الفضيحة السياسية في العراق لا تحتاج إلى إشهار، الكل يعرف بهالوضع. حتى السيد عادل مهدي دق الجرس وخير فعل، لكن السؤال ما هي؟ هل مستعدين يا جماعة الحكيم، يا جماعة المجلس، أن تفوضوا العبادي بصلاحيات حكومة طوارئ وتعلقوا المجلس النيابي والدستور لمدة 6 أشهر؟ في فرنسا، فرنسا نفسها الآن الديمقراطية أم الديمقراطية، اجى رئيس الجمهوريه وقدم للبرلمان ان يعدل الدستور، وعدلوا الدستور واعطوا للرئيس فرصه تمديد فترات الطوارئ. نحن بالعراق تجربتنا بائسه بهالمجال، فالقضيه الان امام النواب ان يكون واضح امامهم صفقه واحده، تقبلوها او ترفضوها. ان قبلوها انقذوا البلد كل تنبيها، ان رفضوها فمعناته يرموا الكرة بالملعب وبالتالي العراق يتفلش. حتى لا يحصل هذا، العبادي مطالب بإجراء حاسم وحركة تصحيحية، أن هو يقوم مع رئيس بصلاحيته. سيقال هذا انقلاب سياسي، نعم هذا انقلاب، انقلاب دستوري، انقلاب على الوضع الفاسد. السؤال شرعيته منين؟ الشارع العراقي، مو شرعيته من برلمان فاشل، برلمان بائس، برلمان غير قادر على العطاء، شرعيته من الشارع. إذا صدر هالقرارات وشوارع بغداد ازدحمت بالمتظاهرين المؤيدين من كردستان إلى الفاو، من الشيعة والسنة. بكل صراحة دكتور، أنت تقرأ يعني في أفق المستقبل القريب جملة معارضات انطلاقا من البرلمان كما تذكر، خصوصا أنك ألمحت في بداية هذا الحديث إلى موضوع جدا مهم، ما معنى أن تقول بأنه قد يكون السيد حيدر العبادي آخر رئيس وزراء للعراق؟ وهل هذه مرة ثانية نكررها هي الفرصة الذهبية والأخيرة؟ طالما تكررت هذه الكلمة بأكثر من مناسبة، هل هي الفرصة الذهبية والأخيرة للسيد حيدر العبادي لهذه الحركة التصحيحية؟ عزيزي تصور لو دخلت العملية في لجة المفاوضات، أعطيني وأعطيك، لا تجيب هالوزير أخذ هالوزير كما حصل، 6 أشهر يلا سوى الوزارة. اللي يحصل ماذا؟ تدهور اقتصادي مستمر، الرواتب لا تدفع، اقتصاد منهار، تحولت بعض الميليشيات، ليس كلها، بعض الميليشيات حسنت السلوك والسيرة، لكن بعض الميليشيات تحولت إلى عصابات تستولي على بيوت. وآخر تقرير لمطران ساكو
الكلداني يقول بيوتنا، بيوت المسيحيين في بغداد أصبحت نهش وتسرق من قبل العصابات بالسلاح وغير ذلك. هذا الوضع لا يطاق، فمعناته بصراحة العراق وهو الرجل المريض حاليا. السؤال هل بالإمكان أن يتعافى؟ وإن لم يتعافى أو لم يقوم العبادة بما مطلوب منه، سيكون النتيجة من سيرث العراق؟ عند تركيا تقول أنا لا أريد بعد، إذا فشل العراق يبقى دولة فأنا أخذ حصتي من عنده، إيران تأخذ حصتها، ربما السعودية تريد حصة، ربما دول أخرى، وبذلك ينتهي شيء اسمه العراق. أمام هذا الخطر الحقيقي السؤال أي شيء هو غالي أن لا ندفعه؟ أي شيء هو الغالي اللي يجب أن لا نقدم اليوم؟ كل غالي يجب أن يقدم من أجل الحفاظ على العراق. أعتقد الورقة الرابحة بيد السيد العبادي هو أن يكون جريء ويتخذ القرارات، وثاني يوم سيجد الشارع العراقي يقلب على رأسهم النواب وغير النواب الغير مؤيدين. هذا التحول النوعي ستكون هي الثورة البيضاء اللي تنقذ العراق. هذه يلعبها رجل مستعد أن لا يموت وهو ضعيف ومخذول سياسيا، ولكن مستعد أن يأخذ مجازفة، ربما حياته تعرض للخطر، وهو قالها الرجل، قال حياتي معرضة للخطر، ولكن الآن يقف وقفة رجل يدخل التاريخ. وبهذا المعنى نقول العراق كل عراق يكون ممنون له. أما إذا تلكأ وتردد وهذه مفاوضات من الوزير فلاني، وبدأت من أولها بدأ رئيس مجلس النواب يقول نريد أن تتم عبر النمط البرلماني، معناتها لا تمشي، معناتها 6 أشهر ما يوافقوا. طيب الوضع لا يتحمل. بالتالي دكتور، ما الضامن لنرى هذه المرة تغييرات جذرية، ترشيق وزاري صحيح وما إلى ذلك من حركة تصحيحية أشرت إليها، لا تكون فقط تصريحات ضمن الإطار السوري الذي وجدناه في المرات السابقة؟ سقوف زمنية، ما المطلوب اليوم؟ سيدتي أعطي فرصة ذهبية لعبادي وفشل، وأنا أقول فشل، الاستطلاعات الرأي العام تقول فشل. السؤال أحد أركان العملية السياسية عبد المهدي يقول أنه فشلوا. السؤال الآن لم يذكروا الجواب الشافي. الحركة التصحيحية واضحة المعالم، الحركة التصحيحية لو كان بالإمكان عبر الدستور وعبر البرلمان تتحقق خير على خير، لكن العقبة المشكلة هو البرلمان، والمشكلة هو الحيتان الفساد اللي لا يمكن يتجاوزهم. هنا أمام هالعقدة لابد من قطع، وهذا القطع يستمد شرعيته من الشارع العراقي. تسأليني هل يملك الجرأة؟ الحقيقة يجب أن لا نستبق الأيام ونحكم عليه مسبقا، لكن يقال له هاي الفرصة أمامه. وأنا وغيري من كل العراقيين الغير متحزبين سنقف وراء العبادي وندعمه إن أخذ هذه الخطوة، وهذا التحول النوعي يرفع معنويات العراقي. وعندئذ العراقي مستعد أن يتحمل الجوع، يعيش بالخيام، بس في أمل. المشكلة اليوم الأمل غاب، وفي فقدان الأمل ليس بالبديل إلا اليأس، واليأس هو أحدى الراحتين، والراحة الثانية الموت. هل أنت تقصد أيضا بطريقة غير مباشرة دكتور، يعني أن يعطى الجيش كل الثقة كما حصل بالتجربة المصرية، بأن يتعامل وأيضا يستشعر الشعب مع الجيش بكل الحالات الصعبة التي مرت بها مصر، ممكن أن تطبق التجربة؟ أنا لا أرسم سيناريو وأوراق الغرف المظلمة. الجيش العراقي الآن على ضعفه وعلى ما تعرض إلى من إساءات لا يزال قوة ضاربة. إن أراد السيد العبادي أن يستعين به لكي يكون هو القبضة اللي تفرض الأمن والنظام، على الأقل في بغداد الآن هو قادر. عندئذ نأتي التحول يبدأ، ولكن الفرق بمصر إجا قائد عسكري يحل الوضع. عسى أن لا يحصل هذا عندنا، إن العبادي هو يقوم بالموضوع وهو يأتي بهذا الجيش ويقول هذا الشيء. الآخر، هالخطوات ليس قضية بحثة بالتلفزيون، وإنما في الواقع بها إجراءات واتصالات واسعة وتطمينات واسعة. أنا أعتقد هاي الخطوة ينتظرها الرأي العام العالمي، هذه الخطوة ينتظرها معظم دول الجوار، لأن كل دول الجوار
تريد أن تساعده ولكنه يقول أنا مو بيدي، أنا هذا يقيدني، هذا يقيدني، هذا ما أقدر، وكلها أعذار أعذار. الآن باللحظة اللي يقطع هذه العقدة به مرة واحدة فرصة تاريخية. أرجع أقول إن أضاع هذه الفرصة، وأنا لا أراهن أن 100% ينجح، أراهن أن على الأقل هناك فرصة. هل نضيع الفرصة؟ هذه المعركة الحالية. شكرا لك دكتور غسان العطية مدير المركز العراقي للتنمية والديمقراطية على مشاركتك اليوم معنا في الاستوديو. شكرا. حق الرد مكفول. راسلونا على rai@alsharqiya.com. أود أقول إذا كان الاستهداف لشخص سيف طلال فهناك العشرات من الصحفيين أمثال سيف طلال في محافظة ديالى ويستطيعون أن يخدموا أبناء المحافظة. نعم. وإذا كان الاستهداف لقناة الشرقية فقناة الشرقية مصنع الأبطال، وهي من صنع السيف طلال، وبإمكانها صنع جيل وافي من الصحفيين لنقل الحقيقة ومتابعة المفسدين. الشرقية نيوز HD. نايلسات 12322، فيرتيكال 27500، 2/3. لملاحظاتكم راسلونا على rai@alsharqiya.com. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. فرض إجور خدمات أو زيادة الرسوم المفروضة، وأن تستخدم هذه الإجور كموازنات تشغيلية للوزارة ضمن موازنتها لعام 2016، والوزارة عملت على أن لا يكون هنالك أي خلل في الخدمات التي تقدم للمواطن العراقي. أهلا بكم من جديد. توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي بأن يكون التعديل الوزاري واسعا ويشمل نصف الكابينة الوزارية، على أن يجري وفق سقف زمني لا يتعدى الشهر الحالي أو منتصف الشهر المقبل. البياتي قال للشرقية نيوز أن التعديل الوزاري لا يعني القفز على الكتل السياسية الأخرى، وأن من واجب هذه الكتل أن تتعاون مع رئيس الوزراء من أجل المجيء بتكنوقراط وكفاءات. وزراء الذين يتوفر فيهم مواصفات أو تتوفر فيهم المواصفات التكنوقراط والمهنية وكذلك الأداء الجيد عبر تقارير ميدانية وموضوعية، هؤلاء لا يشملون بالتغيير، ولكن التغيير سيكون كبير وواسع، أي بمعنى ربما قد أكثر من نصف الكابينة الوزارية قد تتغير، وهذا بناء على متطلبات الواقع، لأن الواقع الموضوعي وكذلك الإداري والأداء الحكومي خلال المدة المنصرمة كلها تشير إلى ضرورة القيام بإجراء هكذا تعديل، لأن الحكومة تشكلت في فترة معينة وفي ظرف محدد وبسرعة، مما لم يؤدي إلى مزيد من التدقيق. والآن بعد هذه المدة وبعد الوضع الذي نراه في أداء الحكومي، أصبح التغيير والتعديل الوزاري أمرا مفروغ منه، وهذه الحزمة الجديدة من الإصلاحات لا بد أن يكون لها سقف زمني، أي بمعنى خلال هذا الشهر بالكثير أو الشهر القادم، منتصف الشهر القادم، ينبغي أن تكون هذه التعديلات موضع إجراء وتنفيذ، حتى نعطي أمل للناس بأنه فعلا هناك جدية في هذا الأمر. هذا التعديل الوزاري لا يعني القفز على الكتل، لأن بالتالي هذه الكتل لديها وجود داخل البرلمان وهي ستصوت على الوزراء، ولكن هذه الكتل كذلك أمام المرجعية وأمام الشعب عليها أن تكون أكثر تعاونا مع الحكومة ومع رئيس الوزراء في إجراء هذا التعديل الوزاري. الحصاد مستمر معكم مشاهدينا وتتابعون فيه. مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية لا معركة لتحرير الموصل في 2016، ويتعين على القوات العراقية تأمين وادي نهر الفرات بين هيت وحديثة قبل التحول لتطويق الموصل.
لعبادي في روما وميونخ على وقع جدل واسع في بغداد بعد دعوته للبرلمان العراقي بعدم إعاقة تغيير وزاري جوهري. وعادل عبد المهدي مغردا على موقعه بكلمات من نار. مرجعية السيد السيستاني أبلغتنا أن هناك طبقة شاخت ومرحلة انتهت، وإما نحل الأزمة أو نتركها لمن هو أفضل. في الصفحة الأمنية، أصيب 15 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في منطقة 1 حزيران وسط مدينة كركوك شمال بغداد. مصادر أمنية قالت أن سيارة مفخخة كانت مركونة على الطريق العام انفجرت لدى مرور دورية للشرطة العراقية، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا، خمسة منهم من الشرطة. وأضافت المصادر أن 4 من المصابين حالتهم خطرة، فيما ألحق التفجير أضرارا كبيرة في المحال التجارية والسيارات والمنازل القريبة من موقع الانفجار. في خضم أخطر أزمة مالية واقتصادية تمر على العراق نتيجة انهيار أسعار النفط عالميا، يواجه العراقيون وضعا جديدا يهدد قوتهم اليومي مع تلويح الحكومة العراقية بضغوطات من صندوق النقد لإلغاء البطاقة التموينية التي تمثل مصدر الأمن الغذائي الأول للأسرة العراقية، والأمر الثاني منذ أن شرعت وزارة الصحة بفرض رسوم على الخدمات الصحية في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ العراق بذريعة الأزمة المالية. من السهيل والتفاصيل في هذا التقرير. إجراءات بدأت تتخذها الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر. هنا في مستشفى اليرموك غربي بغداد سيطبق نظام استيفاء أجور العلاج من المرضى. المستشفى هي أصلا حكومة، هي وجدت خدمة مواطن، يعني مو يوم امبارح المستشفى اليرموك كان، من كان عمري سنة احنا كنا راجع، هسه صار بفلوس. الثاني ما عندي، هاي مرتي غدة سامة بها ودافتر بها. وزارة الصحة وصفت خطوة فرض الرسوم المالية على أنها إحدى الحلول التي ستجعل المستشفيات مستمرة في أداء واجباتها الصحية. فرض إجور خدمات أو زيادة الرسوم المفروضة، وأن تستخدم هذه الإجور كموازنات تشغيلية للوزارة ضمن موازنة لعام 2016، والوزارة عملت على أن لا يكون هنالك أي خلل في الخدمات التي تقدم للمواطن العراقي. فيما كشفت وزارة التجارة عن وجود مباحثات مع صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة العراقية، وزير التجارة وكالة أكد أن النقاط التي أثارها صندوق النقد الدولي ليست ملزمة للعراق. هذه من متبنيات صندوق النقد الدولي، أن يشير إلى أوجه الدعم لأي حكومة يكون من باب الاستشارة ليس من باب الفرض. لديه وجهة نظر في أن الحكومة يجب أن تقلل الدعم المقدم للمواطنين عموما، سواء كان بطاقة تموينية أو حتى قبل سنين كان ما يتعلق بدعم المشتقات النفطية. لكن بنفس الوقت الحكومة لديها وجهة نظر بهذا الموضوع، وصندوق النقد الدولي تفهم هذا الرأي. خروج الحكومة من صمتها وإعلانها تطبيق خطة تقشف عاجلة ترك المواطن في حيرة من أمره، فالرواتب تم تخفيضها وهي أصلا تسلم في مواعيد متأخرة. تساؤلات لم تجد أجوبة شافية لتمتص غضب الشارع وتخوفه من قادم الأيام. وتعتزم الحكومة خلال الأيام القادمة اتخاذ المزيد من القرارات في جوانب اقتصادية ومالية تمس حياة المواطنين العراقيين. الخطوط الحمراء التي فرضتها الحكومة سابقا حول الرعاية الصحية للمواطن والتأمين الغذائي بدأت تتلاشى مع بدء فرض رسوم مالية داخل المستشفيات والتلويح بإلغاء الحصة التموينية. لشرقية نيوز، ميناس السهيل، بغداد. رواتب ما عندي، وعائلتي قاتلها الجوع، انطر على سلبك وابوك سيارتك وابوك كل شيء بالشارع ابوك، وين اروح انا؟ شو يصير؟ كل شيء يصير، هسه الارهابيين يجون يقولوا لي هاك هاي فلوس، خرب، غصبا على ابوي خرب، ليش؟ لان جوعان، جوعان وين يروح؟ كل شيء يسوي توقع. السبب انه ما السبب هي ماكو رواتب، جوعان انا من تعلي امي وابوي. قال رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني ان الشعب الكردي ما يزال مصرا على نيل حقوقه
ولن تجبره أي ضغوطات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو أمنية على التنازل عن هذه الحقوق. البرزاني أكد خلال لقائه ممثل الأمم المتحدة في العراق يانكوفيتش أن شعب كردستان وبالرغم من كل التضحيات التي قدمها عبر التاريخ حاول وبكل قواه تثبيت الاستقرار والديمقراطية والفيدرالية في العراق. من جانبه سلط ممثل الأمم المتحدة الضوء على الوضع المالي الصعب الذي يمر به إقليم كردستان وعلى احتياجات قوات البشمركة والمهمة الصعبة الموكلة إلى الإقليم في الحرب ضد الإرهاب وعلى إيواء النازحين ورعايتهم، وشدد على ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي إلى دعم ومساعدة الإقليم والعراق في هذا الظرف الصعب. من جانبه قال مستشار مجلس أمن كردستان مسرور البارزاني إنه لن يتم الإعلان عن الدولة الكردية مباشرة بعد إجراء الاستفتاء العام. البارزاني أكد لأسوشيتد بريس أن الكرد يسعون للبقاء في إطار العراق ولا يعتزمون الإعلان عن الدولة الكردية مباشرة بعد إجراء عملية الاستفتاء، وإذا شعروا بأن الوقت قد حان لممارسة هذا الحق فإنه يتوقع أن يتفهم العالم ذلك. وأضاف البارزاني أنه إذا كانت السلطات في بغداد لا تعتبر الكرد شركاء وعلى قدم المساواة، وإذا استمروا في دفعهم إلى الذهاب بعيدا، حينها لا ينبغي إلقاء اللوم على الكرد عندما يبحثون عن حلول أخرى. وطالب البارزاني بزيادة المساعدات الدولية للبشمركة في إطار تمويل الحرب ضد داعش، وقال إنها معجزة أن تبقى قوات البشمركة في الخطوط الأمامية في حين لم تتلقى رواتبها. في شأن آخر، قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة كردستان قررت منع تصدير ومرور الدواجن والمنتجات الحيوانية إلى مناطق وسط العراق وجنوبه بعد قرار السلطات الصحية المركزية بمنع الاستيراد من الإقليم بسبب الاشتباه بحالتي إصابة بإنفلونزا الطيور. وقالت وزارة الزراعة في كردستان إنها منعت مرور المنتجات الحيوانية ومحاصيل العلف التي تنتج في الإقليم أو المستوردة من الدول الأخرى إلى مناطق وسط وجنوب العراق. كما هدد وزير الزراعة في إقليم كردستان بخفض نسبة المياه إلى مناطق الوسط والجنوب في حال استمرار الحكومة المركزية بمنع استيراد الدواجن والمنتجات الحيوانية من الإقليم. دعا نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي العائلات في قضاء هيت وناحية كبيسة غربية المحافظة إلى المغادرة خلال ساعات قبل شن عملية عسكرية واسعة لاستعادتها من تنظيم داعش. العيساوي قال في مؤتمر صحفي أن الاستعداد لاستعادة قضاء هيت والناحية أيضا قد انتهت، وأن العملية العسكرية على وشك البدء، مطالبا المدنيين بالمغادرة. المهم الآن نتكلم عن هيت وكبس، هذا نداء لكل من الموجودين في قضاء هيت وناحية كبسة من العمليات العسكرية. سوف تتوجه قريبا باتجاه قضاء هيت وباتجاه كبسة، هذا نداء لكل أهلنا ولكل عوائلنا الموجودين في قضاء هيت وفي ناحية كبسة بالخروج خلال الساعات القليلة القادمة من هاتين القضائين، وأن حكومة المحافظة جاهزة لاستقبال هذه العوائل في مخيمات النزوح ووفرت لكل ما تحتاجه هذه العوائل. قال عضو لجنة التنسيق العليا كامل كريم الدليمي إن النازح العراقي يتعرض إلى إبادة حقيقية، وإن على المجتمع الدولي أن يتحرك من أجل إغاثة الآلاف ممن شردوا على يد الإرهاب والميليشيات. الدليمي أكد خلال ندوة بعنوان التوافق السياسي وتداعياته على مستقبل العراق، أكد بأن الأساس هو في بناء دولة مؤسسات في العراق تعتمد على الكفاءة والانتماء الوطني. وقال أيضا إن من يحاول التقسيم وتمزيق وحدة العراق هم السياسيون المتخندقون خلف أحزابهم. كل الضمائر الحية لكل المنظمات الدولية لكل دول العالم للسبات اللي يعيشون به قادة الدول العربية. اليوم النازح العراقي يتعرض لموت، لإبادة، لتسونامي حقيقي راح يدمر المنظومة القيمية والبشرية في نفوس كل العراقيين. من يريد أن يقدم فعلا دعم للعراق عليه أن يتوجه بدءا إلى ملف النازحين، وعليه أن يذهب لإنتاج نظام، العمل على إنتاج نظام سياسي جديد ممكن أن يحافظ على وحدة العراق. اللي ما يبني على أساس الحفاظ على وحدة بلد
وعلى نسيج شعب وعلى تاريخ وعلى حضارة وعلى عمق، وأن يضع هدف واضح لبناء دولة مؤسسات مبنية على الكفاءة وعلى الانتماء الوطني. يعني أنا إذا ما عندي انتماء وطني شتى، إذا جاء إذا أنا حالي في بريطانيا ماخذ جنسيتها وحالي في المدلية دولة، هذا ما يعني لي شيء الأمر. وننوه مشاهدينا إلى أننا سنعرض في الغد مقاطع مفصلة عن هذه الندوة، عدم التوافق السياسي ومستقبله على العراق. في هذه الأثناء كشفت المتحدثة باسم لجنة التنسيق العليا لقاء وردي عن تسجيل وفاة أكثر من 200 شخص بينهم أطفال وكبار في السن نتيجة الحصار المفروض على مدينة الفلوجة بسبب انعدام وصول مادة الحليب للأطفال وكذلك الأدوية لمرضى الحالة المزمنة. ضمن التقرير بأن هناك حالات وفيات 200 مواطن أغلبهم كبار سن وأطفال كبار السن بسبب الأمراض، السكر، الضغط، الفشل الكلوي اللي يحتاج رعاية، وأيضا الأطفال بسبب نقص الحليب، بسبب نقص الغذاء. لجأ الكثير من العوائل إلى تناول الأغذية المنتهية الصلاحية في بعض المحلات وسبب حالات تسمم. فاستدركت اللجنة حقوق الإنسان أنه هذا الموضوع يجب أن لا يستمر، لأنها ينبئ بكارثة إنسانية في داخل المدينة وبحالة مماثلة في مضايا ثانية يعني في داخل العراق. التوصيات أنه كانت من أولوياتنا أنه الحفاظ على أرواح المدنيين في المدينة، بأنه إما أنه الحكومة تعمل على تحرير المدينة سريعا وإرسال المساعدات إما جوا أو برا، وأن تكون هناك فتح ممرات آمنة بإشراف الحكومة المحلية والقوات الأمنية التابعة للدولة، وأن يكون هناك أيضا تأسيس مخيمات وإنشائها قريبة من المدينة في حبانية سياحية لأن تبعد 15 كيلو، وأيضا نحث المنظمات الدولية وزارة الصحة بأن تأخذ دورها، وأنه عمليات التحرير ما تتعارض مع قوانين الدولية. وتشكلت لجنة والتوصيات أوصى بها الرئيس بأن يشكل لجنة لمتابعة هذه التوصيات على وجه السرعة، بأن يكون هناك فتح لهذه الممرات، ما تتحمل أن يكون تأجيل لهذا الموضوع، لأن احنا كل يوم تأخير يكون ضحيتها 2 أو 3 من المواطنين يتوفون في داخل هذه المدينة. وصلتنا معلومات أنه حتى بدأوا يتناولون علف الحيوانات للأسف، اللي هو الذرة والدخن وهذه الأمور الأخرى للاستمرار بالحياة، وقسم منهم بدأ يسقط في الشارع نتيجة الجوع. كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار من الحكومة. بعد أحداث نيسان من عام 2003 اضطر الكثير من العراقيين إلى التمحور حول عشائرهم طلبا للعون والحماية، خاصة مع غياب سلطة القانون في الفترة التي تلت الأحداث المذكورة. ووفق ما يحدث في المجتمع من مشاكل، فإن هناك من لجأ للعشائر للحل، فيما يؤكد آخرون أن القانون المدني بإجراءاته المعروفة هي الأصح لحل القضايا العالقة. تفاصيل أوفى مع عبد السميع الزاوي. بعد أحداث نيسان من عام 2003 اضطر الكثير من العراقيين إلى التمحور حول عشائرهم طلبا للعون والحماية، خاصة مع غياب سلطة القانون في الفترة التي تلت الأحداث المذكورة. لكن هنالك من يرى أن إجراءات الفصل العشائري أخذت تتقاطع مع القوانين المدنية التي تنظم الإطار العام للناس إثر تحول قرار العشائر إلى ما يشبه الأتاوة. الأفضل أكيد أنه القانون العراقي، لأن بعد 2003 أصبح المواطنين يلجؤون إلى الفصل العشائري لضمان حقهم، وأن الفصل العشائري أصبح كأتاوة تأخذ من المواطنين على حساب المواطن الآخر. أما القانون العراقي فهو أفضل كإجراءات قانونية سليمة وأخذ الحق على ما هو عليه، يعني كل مواطن يخطأ أو يتجاوز القانون يأخذ حقه على قدر الموجود في القانون، وأن القانون هو أفضل أكيد. في محاكم التحقيق عندما يكون هناك فصل عشائري لقضية ما، المحكمة يعني تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار على اعتبار أنه تم إصلاح ذات البين ورأب الصدع في المجتمع على قضية معينة ما. الحال يختلف في دواوين العشائر، فالشيوخ يرون أنهم نظموا حياة أبناء القبائل ووفروا قرارات كانت بمثابة أحكام أدت إلى استقرار مجتمعي بين الناس. كثير من الأمور العالقة توجهت إلى الحل العشائري، الالتزام العشائري والأخلاقي ما بين العشائر الأخرى مع بعضها، وقليل من الأمور اللي هي تلجأ إلى
الأمور القانونية ما يخص القانون بالأمور الأخرى. ومع كل الآراء المطروحة فلا بد لنا أن نؤكد أن القانون العراقي استعان بالعشائر لفض النزاعات في حالات الدهس والقتل الخطأ وغيرها من القضايا البسيطة. للشرقية نيوز عبد السميع الزاوي سامر. أكد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي خلال لقائه قداسة الحبر الأعظم البابا فرانسيس في الفاتيكان أن المسيحيين في العراق هم محط اهتمام وأن حكومته حريصة على رعايتهم وحمايتهم وتأمين حريتهم في ممارسة طقوسهم الدينية. العبادي أكد خلال اللقاء الذي عقد في الفاتيكان تقديره لمواقف البابا في الدعوة للوحدة ونبذ الإرهاب والتطرف وحث المسيحيين على البقاء في بلدهم العراق والدفاع عنه. من جانبه أعرب بابا الفاتيكان عن أمله بأن يتخلص العراق من الإرهاب وأن يعم السلام جميع أنحاء. نفذ عمار الأجور اليومية في كربلاء اعتصاما أمام مبنى دائرة بلدية ناحية الخيرات احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم الشهرية. وحذر المحتجون بأن عدم دفع مرتباتهم المتراكمة من قبل حكومة كربلاء قد يدفعهم إلى اللجوء إلى خيارات أخرى نتيجة الجوع والعوز. رواتب ما عندي وعائلتي قاتلها الجوع، انطر على سلبك وابوك سيارتك وابوك كل شيء بالشارع ابوك، وين اروح انا؟ شو يصير؟ كل شيء يصير هسه الارهابيين اللي يجون يقولوا لي هاك هاي فلوس خرب غصبا على ابوي خرب، ليش؟ لان جوعان جوعان وين يروح؟ كل شيء يسوي توقع جوعان اني اخذ سيارتك وانت صاعدك اعطيك شيلم وشيلم توذية واخذها سكينه يعني يوميا موعد وماكو راتب، ماكو ذاك اليوم جينا المحافظ حاكينا والله تانونا هاليومين ثلاثه عود تجينا فلوس ونعطيكم رواتبكم، زين هذا الشهر مال الزياره مال 12، هذا الشهر الواحد ماكو، هذا الشهر طبينا به صار 10 ايام ماكو رواتب، زين احنا نطلب بالموعد خالي ما تصير هاي، احنا نريد رواتبنا بالعجله. احنا في ناحيه الخيرات بلديه الخيرات نطالب رواتبنا، نطالب المحافظ، نطالب البرلمان، نطالب اي جهه. صار لنا ثلاث اشهر بدون رواتب، يعني هو يقبل ابو البرلمان بدون راتب. عمال الاجور اليوميه هذا مشروع التنظيفات ضمن تخصيصات تنميه الاقاليم على محافظه كربلاء المقدسه. تدري البلد اليوم يمر بظرف اقتصادي صعب، فاحنا يعني هذا الموضوع جدا مهم يتماسب بحاله النظافه وحاله الشوارع حاله المواطن، فان شاء الله اكو جهود حثيثه من قبل المحافظه يعني بالتنسيق مع وزاره الماليه لغرض توفير هذه المبالغ، وان شاء الله بالوقت القريب العاجل ان شاء الله تصرف. توعد محافظ كربلاء عقيل الطريحي احدى الشركات الايرانيه بسحب اجازه الاستثمار لانشاء معمل تدوير النفايات منها في حال عدم المباشره بالمشروع الذي من المؤمل ان ينهي ازمه النفايات المنتشره في كربلاء. وكان مجلس محافظه كربلاء صوت الثلاثاء على تخصيص مبلغ الايراد المحلي لشهر شباط الجاري لدفع اجور عمال التنظيفات وصيانه الكهرباء الذين لم يتسلموا اجورهم منذ ثلاثه اشهر في المحافظه التي تشهد تراكما في النفايات بمناطقها السكنية. هناك عجز مالي، عجز من قبل الحكومة في تغطية هذه الاحتياجات، فنزول المرجعية بها هذه الرسالة، بها رسالة أخرى أنه المسؤول ينبغي أن يكون قريبا من الناس وأن يشارك أيضا في مثل هذه الأعمال، وهي شرف عمل عامل التنظيفات لعله أهم من كثير من الأعمال الأخرى، ما ننتقص من بقية الأعمال، لكن هذا العمل بالغ الأهمية لتأثيره على الجانب البيئي لكونهم من الطبقة الفقيرة وينبغي الوقوف معهم. أيضا كانت رسالة إلى المجتمع أن يساهم بمسؤوليته التضامنية مع الحكومة في خدمة يعني في تنظيف المدينة والحفاظ على جماليتها. هل قادرة اليوم محافظة كربلاء أو الحكومة المحلية لحل أزمة المشكلة في كربلاء؟ إلى الآن نحن لا نمتلك أموالاً كافية، بل أن التخصيصات لم يطلق منها دينار واحد من قبل الوزارات الاتحادية بخصوص قضية التنظيفات. وبهذا نأتي إلى ختام حصاد الليلة، أنا وشيرين نشكركم. إلى اللقاء. We'll be right back.